بلال المجري يبحث عن الموسيندي، يلعب قصير مع البريمه، بالعمليه توزيع خطير وترجع خطير جدا، وتضيع الكره، وتضيع الكره على مؤمن الرحماني. جيل دي سانتوس اللاعب البرازيلي الخطير، الكره تسديد والكره في الركنيه، بالفعل كره في الركنيه بيد مرجيبي. هذا مرجيب يلعب 31 مع بلال المجري، خطير الكور، خطير وترجع من الدفاع في مره اولى، ويرتبك دفاع الاتحاد لكنه موجود. حسين الرباعي يبحث عن التسديد بطريقه سيئه، تسديده كانت من حسين الربيع، هو امام كلتش يخلص سانتوس من الجهه اليمين، او خالد يحيى، خالد يحيى 1-2 مع سانتوس، خالد يحيى توزيع خطير الكور، وموجود رامي جري. وتقريبا في كل الولايات الاحتفالات مازالت متواصله بمئويه الترجي. ادم رجيب، خطير الكره، ادم رجيب، الهدف الاول، والهدف الاول لصالح الترجي، ممتاز جدا هدف ادم رجيب، مشى بمفرد ولعب الترجي ثم يسدد مباشره في شباك الحارس غيث اليفري، انتظار الاعاده يعني خذا وحده يعني الكرة، مشى بمفرد وبالساق اليمنى مباشرة في شباك الاتحاد، 1-0 للترجي مع سيناريو جديد في هذه المباراة وتقدم الترجي. هاي الإعادة خذيت تقريبا مشى 30 متر بمفرد وادي مرجيبي وسط الدفاع ويسدد، يتعدى زياد بريمة، بالعملية لادي مرجيبي، خطير الكور، ادي مرجيبي سيبحث عن التسديد، يسدد وبعيد عن التسديد من الرجيبي، بالعملية، خطير الكور، التمرير خطير، غريبة، فما تسلل وفما تسلل على فرانكوم اللي بنترشة طويلة في قلب الدفاع الترجي، خطير الكور، فرصة التعادل وتضيع، تضيع هذه الكرة على خط هجوم الاتحاد. تنتظر إشارة الحكم، يلعب الكرة، خطيرة الكرة وتتعدى، تتعدى على المدافعين وعلى المهاجمين. الوضعية صبري العمل، يضرب الكرة وسهل، سهلة في دين رمي الجريدي، صالح الاتحاد، خطيرة جدا، خطيرة فرصة التعادل، يتعدى وماذا يقول الحكم، ما فما شيء، تعود من الدفاع، بحث ممكن على ضربة الجزاء أكثر ممكن من بحث على التسديد. بلال المجري 1-2 مسكيني، خطيرة الكرة، بلال المجري سيبحث عن التسديد، بلال المجري سدد الكرة وتدخل من الدفاع، ممتاز الدفاع في هذه العملية، تعود من جديد التسديد، وباهي التسديد، باهي التسديدة من لاعب 18 لكرة القدم التونسية، كرة ترجع بلال المجري، باهي التمريرة، خطيرة الكرة والهدف الثاني، والهدف الثاني للترجي، هيثم الجويني، هيثم الجويني يسجل الهدف الثاني في 87 دقيقة. كرة بلال المجري في الوقت اللي كان يبحث فيه عن تسجيل هدف التعادل بالنسبة للاتحاد.